الحصاد الاقتصادي من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. قال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية إن حكومة رام الله تجري اللمسات الأخيرة لطرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، وأضاف أن هناك لجنة مكلفة من مجلس الوزراء لإعداد وثائق العطاءات لاختيار شريك استراتيجي للتنقيب وتطوير مصادر البترول في الضفة، وتستورد السلطة الفلسطينية حاجاتها من البترول ومشتقاته عبر إسرائيل. تستعد الجمعيات الزراعية المصدرة للمحاصيل الزراعية توت الأرض والزهور والخضار لتوقيع عقود مع شركات إسرائيلية للبدء بتصدير منتجات هذه المحاصيل اعتباراً من نهاية الشهر الجاري. وتوقع رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية أحمد الشافعي البدء بتصدير أول شحنة من محصول التوت الأرضي بعد 20 من الشهر الجاري، منوهاً إلى أن القائمين على الجمعيات الزراعية سيبحثون خلال اجتماع سيعقدونه هذا الأسبوع مع الجانب الإسرائيلي ترتيبات وآلية التصدير. أعلن المدير التنفيذي للبنك الدولي دكتور ميرزا حسن مساء الاثنين الماضي أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن أولويات مشاريع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة للنهوض بالاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقلالية والاستدامة المالية. وأشاد حسن خلال زيارة له لرئيس مجلس الوزراء بكفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فلسطين تحتل مرتبة جيدة ضمن ترتيب قائمة البنك الدولي من ناحية تنفيذ المشاريع وأدائها والخدمات التي تقدمها. أعلنت المؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية عن قبول فلسطين كعضوية كاملة لمؤسستها الجديدة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والتي تم تأسيسها خلال وقت سابق من شهر آب الماضي تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية. ويأتي هذا القبول لاحقاً لمشاركة فلسطين عبر محافظ سلطة النقد الفلسطينية دكتور جهاد الوزير في المؤتمر السنوي 12 للمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية، والذي عقد بالعاصمة الأرجنتينية بالتعاون مع المؤسسة الأرجنتينية لضمان الودائع مطلع الأسبوع الجاري. نهاية الحصاد الاقتصادي، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.